عن عمر يناهز 76 عاما ويقبل أقل من سنة على تقاعده، فجأة يصطحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اهتمام العالم كله بطرح الاعتراف بدولة فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب بعض المصادر علمت الام تي في ان الاسرائيليين ابدوا استعدادهم للتفاوض مع الفلسطينيين، ويتم ترتيب لقاء مع رئيس السلطه الفلسطينيه، وهذا ما اكده ايضا مندوب فلسطين الى الامم المتحده بان الرئيس عباس مستعد للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. كيف يقرا المحللون السياسيون الاوروبيون الاعتراف بدوله فلسطين في مجلس الامن؟ الرئيس الفلسطيني رفع السقف عاليا وطالب باعتراف في مجلس الأمن، الأمر الذي سيقابل بالفيتو الأمريكي. في المقابل، المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تريد أن تظهر أنها مع مطلب الفلسطينيين، وبالتالي يجب القيام بخطوات إلى الأمام باتجاههم ومنحهم درجة دولة مراقبة، وهذه خطوة جيدة. الرئيس نيكولا ساركوزي التقى عباس وقال له ما سيقوله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن رفع السقف عاليا سيؤدي إلى تجميد الحوار. وفي هذا السياق سيحث ساركوزي على العودة إلى مفاوضات السلام المباشرة في أسرع وقت. عباس أبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ذكره فيها بوعده بأن يكون هناك دولة فلسطينية بحلول أيلول 2011، آملا أن يفي بوعده. داخل هذه القاعات تجري مباحثات لبحث موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. السلطة الفلسطينية علت سقف طموحها في الحصول على مقعد كدولة دائمة في مجلس الأمن، الأمر الذي سيرتطم بحائط الفيتو الأمريكي الذي سيوصل بدوره كل التنسيق الفلسطيني مع الدول الأوروبية والعربية ومنها لبنان إلى طريق مسدود. من مجلس الأمن في نيويورك، فادي سكاف، جو خولي، ام تي في.